تبدو أن ابتسامة أطفال متلازمة الحب كما يصفها الكثيرون تصر على أن ترسم البهجة والفرحة على وجوه من يراهم ويصبح صديقا لهم، وهذا ما تضعه على عاتقها مبادرة شهيق زفير التي تعمل منذ وقت على دمج أطفال متلازمة داون مع الأطفال الآخرين ودعمهم ودعم تعليمهم وأحلامهم أيضا. ومن هنا قامت مبادرة شهيق زفير حفلا لتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية لعدد منهم. مبادرة شهيق وزفير دفتر وقلم المرة السنة الثالثة، حبينا نفرح الأطفال فيها بتوزيع تقريبا ما يقارب 400 حقيبة، بإضافة لألعاب، إضافة لفعاليات كثيرة، ومستمرين إن شاء الله نحن. وشهد الحفل أيضا تقديم الهدايا وقضاء وقت مع الألعاب وأغاني الأطفال وتقديم فقرات لمواهب الأطفال. يعني هي المبادرة نحن عم نحاول ولو شيء بسيط يعني نساعد مجتمعنا المطحون بهي الظروف الصعبة اللي عايشينها، يعني نساعد رب الأسرة إنه عنده كتير مسؤوليات ضخمة عليه، الله يكون بعونه يعني. فنحن عم نحاول ولو شيء بسيط كتير نعمله مشان هذا الموضوع. حابة عصير أنا إن شاء الله ثابت. أنا اسمي أنا محمد علي، أنا مدرس وأنا بدي أنا دكتور طبيب قراء فلوق النشاطية خيام قراء سيتري ترانية شافوني أمدني وقدر فرحبي غني. تعتبر مبادرة شهيق زفير والتي تقدم عدة خدمات إنسانية من المبادرات التي تسعى إلى الوقوف إلى جانب العائلات التي لديها أطفال متلازمة الحب، وبالتالي إفساح المجال لهم لعدم البقاء في بيوتهم وممارسة حياة أفضل كالتي يمتلكها الأطفال الآخرين. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب.